رمضان كريم على كل متابعين قناة كوك تيفي على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. نزلت مبارحة اليوتيوبر سارة جو فيديو بقناتها بتطلب فيها من نانين بيوتي الاعتذار منها، مثل ما هو موضح بالعنوان نانين بيوتي رح استدنى اعتذارك، حيث اللي تكلمت عنه سارة جو بالفيديو هو فيديو المكياج تحت المي، حيث اللي انزعجت منه سارة هو لما قالت نارين أنها ما شافت الفيديو من قبل عند العرب وشافته عند الأجانب، لأنه سارة جو كانت عملت نفس الفيديو من قبل سنتين. وهي بالفيديو بتقول أنا أول عربية بتسوي الفيديو، وبتقول إنها شافت هذا الفيديو عند الأجانب. كنت قاعدة على اليوتيوب، أنا كل فترة بحب أقعد وأحضر شو عم يصير، فشفت إنه من فترة كان في تريندينج واللي هو ميك اب تحت المي. أنا أول عربية من سنتين من قبل اللي سوت الفيديو، مش أنت يا نارين؟ هذه أول شيء. نقطة اللي ما فهمش أنا إنه كيف إنك أنت تحقريني لهالدرجة، إنه أنا مش عربية مثلا أو أنا مش يوتيوبر عربية مثلا، ليش يعني إيش؟ حيث اعتبرت سارة هذا استحقار وقلة أدب كمان. نفس ما اعترفتيش بها، أنت أول عربية، أنا شلتيني كبيتيني في المي ورميتي قناتي ورميتي تقريبا مليون شخص اللي متابعني بالهوى، وقلتي مين هي سارة؟ هذا استحقار بالنسبة لي وقلة أدب بالنسبة لي. عشان فنارين لحد هلأ ما ردت على الفيديو، حيث آخر ستوري لإلها كانت مبارحة بنفس توقيت نزول فيديو سارة جو. شو رأيكم، ما راح ترد نارين على الفيديو وشو ممكن تكون ردة فعلها؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.